مجرب، كنت كسو يعني غي يعني كسلان، خلينا نقولها يعني طالب كسول باللغه واصبحت استاذ في اللغه. اذا هذا مرحبا بحضراتكم، ضيفي في الطريق لهذه الليله الدكتور حمد محمود الدوخي، اهلا وسهلا بك. اهلا بك وبالطريق الذي يوصل اليك والى فضائيتك الحاضرة في تقديم المشهد العراقي شعرا وسياسة وإبداعا. أنت الشاعر الكبير، أتشرف بك و يعني توصيف يحتاج إلى منتجة. هل اقتحمت جيشا من الغرباء؟ والله اقتحمت، ولكن يعني أقل نقل فلنقل سرايا من الغرباء الذين هم أكثر ما يتمثلون بالقراء. يعني أنت دائما تكون أنت المراقب الأول لقصيدتك لنقدك لقصتك، فهذا يعني يضعك أمام كون من الغرباء، لأنك ترتب لكي ما تليق بالآخر الذي تجهله، لأنه غدا سيستلم القصيدة أو النص، فأنت بتعامل مستمر مع غرباء معروفين. هل أنت في حالة اطمئنان؟ بزوايا ما مطمئن لأشياء، يعني نسبة الاطمئنان قليلة جدا. يعني أنا أمام مراجعة مستمرة ل يعني أن أقيس منسوب الجمالية الذي أنا أقدمه أحافظ عليه، يهبط يرتفع نوعيته في الكتابة وفي القراءة وفي حتى الصمت. ذميت اللغة العربية؟ ذممتها في الفترة التي كنت أجهلها. يعني أنا أبوح لك بشيء، أنا من بين قوسين أكسل الطلاب باللغة العربية في الأيام الإعدادية. طيب. حتى أنني كنت أقول يعني كيف يمكن أن يتعلم الطالب اللغة العربية، يعني كيف يعرف أنه ضمير مستتر؟ طبعا هذا الكلام ليس مخفيا بشكل طبعا. أتكلم به عن لطلابي حتى يعرفوا بأن التعلم قضية غير مستحيلة. فأنا دور ثاني بالسادس إعدادي باللغة العربية، ودور ثاني بالثالث والرابع والخامس الإعدادي، يعني هذه الفترة. ولكنني حين تعرفت إلى اللغة العربية، ونحن مسؤولون طبعا بكلامنا، يعني حضرتك تقدم الآن لجيش أو لجيوش من المتلقين، وكلمتك مسؤولة ويعني تثاب عليها وغير ذلك لا سمح. أراه يعني أقسم بأن اللغة العربية يعني غزل مستمر، حركاتها أشبه بالمكياج الذي تضعه المرأة، يعني شيء جميل جدا، والتعلم قريب. ولكن هناك يعني أخطاء، يعني يؤسفني أنا أقول أخطاء في طريقة تقديم المنهج. وأنا كنت عضو في اللجنة العليا لتطوير المناهج في وزارة التعليم العالي، عن تحديدا عن قسم اللغة العربية، وتكلمت بذلك كثيرا، قلت لهم أننا نخرج حفظة لقواعد أكثر مما نخرج فنانين في تقديم القواعد، لأنني أنا مجرب، كنت كسو يعني غي يعني كسلان، خلينا نقولها يعني طالب كسول باللغة وأصبحت أستاذ في اللغة. إذا هذه التجربة من الممكن أن يعني نفيد منها ونقدمها. ذممتها ولكن مؤقت، وأنا الآن أعتبر نفسي طفل هذه اللغة.